هل الخوف من المستقبل كخوف الإنسان على ذهاب وظيفته أو عمله يعد من التشاؤم والطيرة؟ لا، ما يعد من التشاؤم والطيرة. الخوف هذا خوف طبيعي، كما تخاف من الحية والعقرب، وتخاف من العدو، تخاف من البرد، تخاف من الحر، تتخذ الأسباب الواقية، هذا خوف طبيعي، ما هو خوف عبادة. نعم.